قرع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جرس إغلاق بورصة مومباي اليوم خلال زيارته الرسمية إلى الهند، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. هذا ووقع الطرفان عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، شملت المجال الثقافي والتقني والتأمين والطاقة المتجددة وتسهيل مشاركة مؤسسات الاستثمار الإماراتية في استثمارات البنية التحتية للهند، بالإضافة إلى التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء. وركز الجانبان أيضا على أهمية تنمية المهارات وتسهيل انتقال العمالة الماهرة بين الهند ودول الخليج.